على مر العصور لم تتوقف رغبة البشر يوما في الصراع من أجل الحصول على المزيد من الأرض والثروة، لتنشأ دول على حساب الأخرى، ومن ضمنها إمبراطورية المغول القادمين من سهول منغوليا بقيادة جنكيز خان، ناشرين الرعب والدمار من مشارق الأرض والمغارب. في العام 1167 اتولد تيموجين لاحقا الملقب بجنكيز خان لزعيم احدى القبائل المنغولية. في سن الثامنة وعلى مجرة العادة خطب له والده ابنة احد قادة القبائل المجاورة، وفي رحلة العودة تم تسميم والد تيموجين على يد التتار. بعدها قامت القبيلة بطرد اسرة تيموجين، وفي خلال هذه الفترة في نفيهم قتل تيموجين اخوه الغير شقيق قتل خان نتيجة الخلافات اللي ما بينهم، وانتهى الأمر بمعتقل من إحدى القبائل. لكن بعدها تيموجين استطاع الهروب والذهاب لتحرير خطيبته اللي كانت قد أسرت في إحدى غزوات الماركيت على قبيلتها. كان ده بمساعد جاموكا شقيقه بالدم. جاموكا وتيموجين أسس كل منهم قبيلته، لكن بعد فترة قصيرة قام جاموكا بالهجوم على قبيلة تيموجين وقام بهزيمته في معركة دلام بلزود في العام 1187. العشر سنوات التالية في حياة تيموجين غير موثقة تاريخيا، لكن بعض المصادر بترجح انه وقع في الأسر وتم بيعه كعبد في الصين. عاد تيموجين للظهور في العام 1197 على رأس جيش استطاع انه يهزم التتار اللي كان بينه وبينهم طار شخصي بعد مقتل ابوه. تيموجين حب يبني نظام جديد للقبيلة بتاعته، نظام بيعتمد في اختياره للقادة والمستشارين معتمد بس على الكفاءة وليست الأرستقراطية. تاني حاجة في تنظيمه للجيش وضع نظام مغولي قديم كان يسمى بالنظام العشري، واللي كان بيعتمد على تقسيم الجيش لمجموعات تتكون من 10 ومضاعفاتها. فبيبدأ الأول بمجموعة الأولية بتكون 10 جميعهم من خلفيات قبلية وعرقية مختلفة، ثم بعد كده من 100 ثم من 1000 ثم من 10,000. كل مجموعة بتختار القائد الخاص بها عدا قادة المجموعة 10,000 كان تيموجين اللي بيختارهم بنفسه. اعتمد ايضا نظام عادل في توزيع الغنائم، حيث اصبح تجمع كل الغنائم وتوزع على المقاتلين حد سواء، وقام بتخصيص جزء من الغنائم ليوزع على الأرامل وأيتام أتباعه الذين سقطوا في المعركة. بذلك استطاع تيموجين تحميل السلطة إلى سلطة مركزية وضمان ولاء وانضباط جيشه وبالتالي فعاليته في الميدان. تجلت فعاليات تشكيلات تيموجين في صراعه على لقب الخان تشقيقه بالدم جاموكا، واللي استطاع القضاء عليه وهزمته في معركة 13 جانب في عام 1201. دعا تيموجين لاجتماع جديد لقادة المغول وتم انتخابه كخان، وأصبح لقبه جنكيز خان والذي تعني ملك الملوك. استطاع جنكيز خان توحيد المغول تحت رايته، وبدأ حملة خارج أراضيه على شيا الغربية وإخضاعها في العام 1209. غزو شيا الغربية كان بمثابة درس مهم لجنكيز خان، حيث اضطرار لعبور الصحراء والمتاعب اللي واجهها في حصار المدن هتكون جزء مهم جدا لتدعيم جيشه لوجستيا بالمواد اللازمة لعبور المسافات الطويلة وأدوات الحصار لاقتحام المدن. هذه الأثناء أسرة الجن الحاكمة للصين في هذا الوقت لم تكن تعير أي اهتمام لخطر المغول، حتى عندما طلبت منهم شيا الغربية الدعم ضد المغول لم يعيروا أي اهتمام. كان هناك اتفاق قديم بين المغول وأسرة جن بتبعية المغول لهم، وعندما أرسلوا مبعوث لجنكيز خان يطلبون طاعته في العام 1211 رفض جنكيز خان، وبالتالي أصبحوا في حالة حرب مع الصين. جنكيز خان تقدم بجيشه اللي تقريبا يوصل 90,000 جندي جمعوهم من الخيالة مقسمين لجزئين ما بين خيالة رمى خفيفة وخيالة تقيلة. جنكيز خان بدأ بدخول الأراضي الصينية بعد رحلة طويلة لتخطي سور الصين العظيم،
ليجد ما يقرب من مليون جندي بانتظاره، من ضمنهم 800,000 من الفلاحين عديم الخبرة والذين أجبروا على القتال، و150,000 من الخيالة التقيلة واللي كانت تمثل القوة ذات الخبرة القتالية. كل القوات دي كانت مقسمة في حصون ما بين السور العظيم وما بين حصون أخرى لتحصين المدن الكبرى. بعد عبور سور الصين العظيم، جنكيز خان قسم جيشه لنصين، الأول تحت قيادته وكان بيتكون من 60,000 جندي، ودول هتكون مهمتهم مهاجمة ممر يولينج المؤدي لعاصمة بكين، بحين أن أوجداي ابن الخان على رأس 30,000 لمحاصرة مدينة داتونج العاصمة الغربية للإمبراطورية لمنع خروج الدعم من المدينة. قائد القوات الصينية قرر حشد جزء كبير من قواته وتركيزها في ممر يولينج الجبلي لحرم المغول من القدرة على استخدام الخيالة بسبب التضاريس الصعبة، لكنه أيضا ارتكب خطأ استراتيجي، وده حرم الصينيين من استخدام التفوق العددي اللي كان موجود عندهم. في سبتمبر من ذات العام بدأ الهجوم على الممر اللي يتكون من نقاط اختناق ومرتفعات جبلية، وأمروا ما بالترجل والقتال على الأقدام، وبدأوا في إمطار القوات التي تحرس الممر بوابل تلو الآخر من الأسهم. وبعدها قامت الخيالة الثقيلة المنغولية بالهجوم على الخيالة الصينية التي لم تستطيع الصمود، ولنتج عنه تراجع غير منظم أعطى فرصة للمغول إن هم يطردوهم ويقتلوا أعداد كبيرة جدا منهم. المتبقي من القوات الصينية تراجع على الحصن الذي يبعد 30 كيلومتر عن الممر، لكن المغول كانوا في إثرهم واستطاعوا تدمير الحصن وأجبر الصينيين على التراجع مرة أخرى. الآن لا يفصل جنكيز خان عن عاصمة الصين سوى ممر شوينجوين الحصين. المغول بدأوا بإرسال قوات استطلاع للممر، وقاموا بالخدعة الأشهر للمغول وهي التظاهر بالتراجع، مما دفع القوات الصينية للمطاردة، لكن المغول التف عليهم وقاموا بالهجوم بعد خروج الصينيين من موقعهم الحصين. مع وصول المغول للعاصمة الصينية أدركوا صعوبة حصارها بسبب ضعف أدوات الحصار الموجودة لديهم مقارنة بأسوار المدينة العالية. قرر جنكيز خان الإغارة على الريف المحيط بالعاصمة قبل الرحيل عن الأراضي الصينية. في العام التالي عاد المغول وقاموا بحصار داتونج، لكن إصابة جنكيز خان أثناء الحصار أجبرت المغول على التراجع. في ربيع العام 1213 عاد المغول مرة أخرى، لم تكن هناك أي مواجهة تذكر، خاصة وإن حجم الدمار في القوات الصينية في حملة 1211 كان كبير جدا. القوات الموجودة كانت بالكاد كافية لتحصين ممر شوينجوين. المرة دي الصينيين استوعبوا تكتيكات المغول وكانوا مستعدين لها، لكن وصلت معلومات لجنكيز خان بأن هناك ممر جبلي صغير يقود لمؤخرة القوات الصينية. جنكيز خان بنفسه قاد جزء من قواته وعبر الممر ده الذي ترك من دون حراسة لعدم اعتقاد الصينيين باستحالة عبور الجيش من خلاله. بدأ جنكيز خان بالهجوم من الجنوب بعد مفاجأة الصينيين، وباقي قواته بدأت بالهجوم من الشمال. مرة أخرى تم تدمير القوات الصينية بشكل كبير. مع اقتراب الشتاء قرر جنكيز خان تقسيم قواته مع إبقاء جزء صغير لحصار العاصمة، وبدأ بالإغارة على المدن والقرى في الشمال والجنوب البلاد. في بعض المدن والقرى تم محوها تماما من على الأرض بعد قتل جميع سكانها، لكن جنكيز خان كان دايما بيبقي على حياة المهندسين والأطباء ورجال الدولة اللي رأى فيهم انه ممكن هو يستفيد منهم في بناء جيشه وإمبراطوريته. مع بداية ربيع 1214 عاد جنكيز خان مرة أخرى للعاصمة الصينية، لكن المرة دي بالخبرة والعدة من أجل الحصار. دام الحصار لمدة شهر، بالنهاية وافق الإمبراطور بالخضوع للمغول ودفع الجزية لهم مقابل انسحابه. في طريق العودة وصلت أخبار لجنكيز خان بأن الإمبراطور قرر نقل العاصمة الصينية للجنوب. جنكيز خان أحس بالخيانة واحتمال هجوم الصينيين عليه مرة تانية بعد تجميع قوة كافية لذلك، ومن هنا قرر جنكيز خان مرة أخرى بالعودة وقام بحصار المدينة. فيما يقرب من شهر سقطت المدينة، وهنا جنكيز خان قرر إحراق المدينة بعد سلبها ونهبها وبالطبع قتل كل سكانها بالكامل. هكذا كتب جنكيز خان أولى صفحات تاريخه وتاريخ إمبراطوريته بالدماء والنار.
شكرا لمشاهدة حلقتنا الأولى عن تاريخ المغول. لدعم المعرفة يرجى مشاركة الفيديو، ولمتابعة باقي السلسلة والمزيد من الوثائقيات يرجى الاشتراك بالقناة، والاقتراح الفيديوهات ودعم القناة يرجى زيارة صفحتنا على الباترون. كنتم مع فن الحرب، دمتم بخير.